أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم يركبون
نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.